أصدقائي مرحبا، كيفكم؟ معكم محمد زورب، واليوم جيتكم بفيديو جديد. اليوم راح نشرح مع بعض 20 سؤال مهمين وجداد مش موجودين عندنا باليوتيوب أو بالفيسبوك. أنا أول سؤال بقول لي: أي من الشواخص التالية ستلتقي بها أولا عند قيادتك باتجاه الشارع رقم 58؟ عندي اللي هي الآ، والآ تعني اللي هو أنت تقود في الشارع رقم 58. يعني لما بنشوف الشخص آ معناها أنا هلأ ماشي في الشارع اللي رقمه 58، لكن لما أنا بكون ماشي وبشوف الشخص بي معناها أنا ماشي في طريق رح يخدني على الطريق 58. أصبح لما بشوف الشخص بي أنا لسه ما بكون وصلت اللي هو طريق 58، وهذا الشيء بعرفه من الخطوط المتقطعة هاي. لما يكون المستطيل فيه خطوط متقطعة أصبح أنا ماشي في شارع هيخدني على شارع 58، أصبح أنا مو في شارع 58 حاليا. بينما لما أكون عند الشخص آ بصير أنا هلأ وقتها أنا ماشي في شارع 58. والسؤال بقول لي: أي من الشواخص التالية ستلتقي بها أولا عند قيادتك باتجاه الشارع رقم 58؟ أنت بدك تروح على الشارع رقم 58، أي من الشواخص التالية بتشوفها أول؟ طبعا الشاخصة بي. ليش الشاخصة بي طبعا؟ طيب لأنه الشاخصة بي بتقول لي أنت هتروح على الطريق 58، بينما هان أنا بكون في الطريق 58. أصبح أنا أول شيء بشوف هاي الشاخصة بي، بعدين بشوف الشاخصة آ. طيب كمان بالفحص، أحيانا الفحص بقول لي خدني على طريق 58. لما بشوف هاي الطريق بعرف لحالي أنه أنا ماشي صح، أنه أنا ماشي في طريق، هذا الطريق راح يأخذني على الطريق اللي هو الفحص حكالي عليه. أصبح الجواب الصحيح هو بي، بشوف هاي أول بعدين هاي بعدين الثاني. طيب هان بقول لي: ما هو فائدة الكبسة الموجودة في المرآة الداخلية للسيارة؟ وهذا موضوع كتير مهم بيتكرر في التيوري، وهي أول مرة أطرح السؤال كمان. تمام، في عندي الكبسة هاي اللي هي داخل الدائرة الحمراء موجودة بالمراية اللي في وسط السيارة، وبقول لي ما هي فائدة الكبسة الموجودة في المرآة الداخلية. طبعا هاي الكبسة بتخفف الانبهار الضوئي الناتج من السيارات اللي بتسوق خلفك. احيانا انت بتحتاج انه انت تلف المراية لفوق مشان السيارات او اضواء السيارات اللي خلفك بتكون بتزعجك، لانه لما بتيجي اضوية السيارة اللي خلفك على المراية هاي اللي بالنص بتعكس على عينيك، وبالتالي بتصير الرؤية قدامك مو واضحة تمام. فانت بتحتاج ترفع اللي هو المراية لفوق او على جنب لحتى تبعد عنك الانبهار الضوئي. لكن في السيارات الحديثة في عنا هاي الكبسة، تمام؟ أو كمان مو بس بالسيارات الحديثة، هاي الكبسة شو وظيفتها؟ هاي الكبسة أنا لما هاي الأضوية بتعكس علي من المراية هاي، طبعا الأضوية الخلفية للسيارة اللي وراي، شو بساوي أنا؟ هاي الكبسة بروح أنا بدفشها للأمام أو للخلف، تمام؟ شو بتعمل؟ تكسر الانبهار الضوئي، تكسر الانبهار الضوئي اللي جاي من السيارات اللي خلفي. وبس يروح السيارة اللي خلفي وما عاد في أضوية خلفي، شو بعمل؟ بروح برجعها على مكانها الطبيعي حتى توضح اللي هي المراية وتصير واضحة بالنسبة لي. أصبح شو وظيفتها؟ تخفيف الانبهار الضوئي الناتج عن السيارات التي تقود خلفي. وهلأ بالسيارات الحديثة أحدث شيء كمان، صارت المراية لحالها على الحساس، اللي هو لما بتيجي الضوء الخلفي للسيارة على المراية لحالها المراية بتغبش لحتى يروح الانبهار الضوئي. وبعد ما يروح الأضوية سيارات الاضويه السيارات اللي خلفي بترجع لحالها اوتوماتيكيا. اصبح هاي الكبسه انا لما ادفشها للامام او اسحبها للخلف المرايه هاي بتخفف عني الانبهار الضوئي، وبس ما بنسى دائما ارجعها مره ثانيه مشان تصفى المرايه واقدر اشوف فيها مره ثانيه. اصبح ما هو فائده الكبسه الموجوده في المرآه الداخليه للسياره؟ تخفيف الانبهار الضوئي الناتج من السيارات التي تقود خلفي. تقود في منخفض شديد، متى ستقوم بوضع انغيار المنخفض؟ قلنا دائما لما بتكون نازل طريق نزول او طريق صعود بتحط غيار منخفض. طيب وانت نازل منخفض شديد متى ستقوم بوضع الغيار المنخفض؟ 1 عند بداية المنخفض، 2 في منتصف المنخفض، 3 عند نهاية المنخفض. طبعا الجواب الصحيح عند بداية المنخفض. دائما عند بداية المنخفض انا بحط فورا الغيار اللي هو المنخفض حتى السيارة ما تسرع في المنخفض. حتى لو كان مرتفع كمان في بداية المرتفع بحط اللي هو الغيار المنخفض. السؤال بيقول لي: عند أي من الشواخص التالية
تستطيع القيادة داخل الشارع للتسوق وبسرعة المشاة. شوفوا كيف هذا السؤال بده يخربطنا. بقول لي عند أي من الشواخص التالية تستطيع القيادة داخل الشارع للتسوق وبسرعة المشاة؟ أن الشخص الآ هاي بما أنها دائرية فهي معناها طريق مخصص فقط للمشاة، وبما أنه اسمه طريق مخصص للمشاة معناها كل المركبات ممنوع تعبر من هذا الشارع، كل المركبات ممنوع تعبر من هذا الشارع، أصبح هاي ولا لأي سبب أنا بقدر أعبر من خلالها. طب تعالوا نشوف بي الشاخصة بي شو معناها؟ معناها شارع مشاة مسموح لك تفوت بعدة شروط. شو هي الشروط؟ أول شرط إذا كان معك مريض بدك توصله داخل الشارع أو تاخده من داخل الشارع. إذا كان عندك صديق ساكن داخل الشارع بدك توصله أو تاخده من داخل الشارع. وإذا هاي الشروط موفرة بدك تمشي بسرعة المشاة، لكن مش مسموح لك للتسوق. أصبح لما يقول لي عند أي من الشواخص التالية تستطيع القيادة داخل الشارع للتسوق، بقول له ولا واحدة، ولا واحدة حتى ولو بسرعة المشاة. بقول لي قمت بفحص سيارتك بتاريخ 5/5/2019، متى آخر موعد للفحص القادم؟ احنا بنعرف انه الفحص الجديد صار كل 14 شهر، صار كل 14 شهر لازم تفحص سيارتك، مو مثل القديم كل سنة. طيب مهم، بقول لي انت فحصت سيارتك في تاريخ 5/5/2019، هلا احنا لازم نحسب 14 شهر على الفحص القادم. طيب تعالوا نحسب 2019 بتصير 2020، شهر 5 بصير شهر 7 لأنه بصير سنة وشهرين، تمام؟ وبنيجي على اليوم وبنختار آخر يوم في الشهر. يعني أنا ما بروح أختار 5/7/2020، هذا خطأ. أنا مسموح لي لآخر يوم بالشهر، يعني بقول له 31/7/2020. يعني بحسب 14 شهر وبروح على الشهر رقم 14 وبختار آخر يوم فيه دائما، وبقول له لهذا اليوم أنا مسموح لي أفحص السيارة، تمام؟ أصبح الفحص الجديد بقول لي لما تشتري سيارة جديدة الفحص الأول بعد 3 سنوات، والفحص الثاني بعد 5 سنوات، وبعد هيك كل 14 شهر. لما يجيب لي سيارة يقول لي مثلا سيارة، أنت اشتريت سيارة موديل 2019، متى الفحص الأول؟ بقول له من 2022. طيب أنت اشتريت سيارة موديل 2020، متى الفحص الثاني؟ بقول له 2025. لكن لما يجي هان ويقول لي أنت عندك سيارة وفحصتها بتاريخ كذا وبدأ الفحص اللي جاي متى بكون؟ بقول له بعد 14 شهر، بروح بحسب 14 شهر من هذا التاريخ، بروح بختار الشهر ال 14 الأخير وبروح بختار آخر يوم فيه. شوفوا معنا هنا 2019 2020 بصير شهر 5، بنزود عليهم شهرين كمان بصير اللي هو 7، وآخر يوم بشهر 7 بيكون 31/7/2020. أصبح أنا مسموح لي ل 31/7/2020. لو اجى 31/7/2020 وانا ما فحصت السياره، ب 1/8 بتصير سيارتي خارج الخدمه تلقائي، يعني انا ممنوع امشي فيها. تنوي الانعطاف لليسار في الحالتين، هل انت ملزم باعطاء اشاره في احد الحالات؟ تعالوا نشوف. هاي الشاخصه بتقول لي احضر امامك منعطف اللي هو نحو اليسار، وهان احنا قلنا ما في داعي نعطي اشاره، ليش؟ لانه هذا طريق واحد ولكن في قدامي منعطف فقط. طيب تعال نشوف بي اليسار هروح في طريق رئيسي، وبالتالي انا لازم اعطي اشاره حتى لو الطريق رئيسي، ليش؟ لانه هنا انا بدي اطلع من طريق على طريق اخر، لكن هذا طريق واحد فقط. تمام. حتى لو طريق رئيسي لليسار لازم اعطي اشاره. اصبح لما يقول لي تنوي الانعطاف لليسار في الحالتين، هل انت ملزم باعطاء اشاره في احد الحالات التاليه؟ بقول له نعم وفقط في الحالة B. نعم وفقط في الحالة B. أي من العوامل التالية تؤدي إلى تقليص مسافة الفرملة؟ طيب أي من العوامل التالية تؤدي إلى تقليص مسافة الفرملة؟ شو هو العامل اللي بيخلي مسافة الفرملة تصير أقل؟ تمام، يعني بقلل مسافة الفرملة عندي. وزن السيارة؟ طبعا لا، ما له علاقة. سرعة السيارة، نعم، يعني السيارة اللي ماشية 50 كيلومتر في الساعة مش مثل السيارة اللي ماشية 100 كيلومتر في الساعة. السيارة اللي ماشية 100 كيلومتر في الساعة بنلاقي اللي هو مسافة الفرملة لها كبيرة، وبالتالي إذا خفضت سرعتها بتخفض مسافة الفرملة. أصبح اللي بيتعلق بمسافة الفرملة
هي سرعة السيارة. من الملزم بالوقوف في هذه الحالة؟ تمام، كيف لازم نعرف إحنا؟ كيف لازم نعرف؟ شوفوا معنا، أولاً الشرطي وين واقف؟ الشرطي واقف في نص الطريق، في منتصف الطريق، تمام، ورافع إيدين، إيد، طبعاً كل إيد تعني قف لجهة معينة، كيف يعني؟ يعني هاي الإيد قف لمين؟ للي جاي من الأمام، وهاي الإيد قف للي جاي من خلف الشرطي، أصبح مين هاني اللي لازم يوقف؟ الاثنين، اللي جاي من الأمام واللي جاي من الخلف، طيب. هان لو هاي ايده اليمين كانت نازلة على جنبه، مين اللي لازم يوقف؟ بس هذا لازم يوقف، واللي جاي من الخلف شو بيعمل؟ بيمشي. طيب لو هاي ايد نازلة على جنبه وهاي الايد بس مرفوعة، هذا اللي جاي من الخلف الشرطي بيوقف، وهذا اللي جاي من امامه بيكمل طريقه. اصبح كل ايد تعني قف لجهة معينة، واللي رافع باتجاهه الايد الشرطي هو اللي لازم يوقف والتاني بيكمل طريقه، لكن هان بما انه رافع ايديه التنتين، التنتين يعني قف وقف، يعني هاي قف اليمين، اليمين قف للي جاي من الخلف، وهاي قف للي جاي من الامام، اصبح من الملزم بالوقوف في هذه الحاله؟ انا والمقابل، انا اللي هو خلف الشرطي والمقابل اللي هو جاي من الامام. في اي الايام تستطيع القياده باكثر من 30 كيلومتر في الساعه؟ تعالوا نشوف. الشخص بتقول لي ممنوع تسوق اكثر من 30 كيلومتر في الساعه في أيام الأسبوع العادية من الساعة 9 للساعة 15، تمام. بما أنه يوم السبت مش مذكور، يوم الأحد مش مذكور، فأنا بقدر أسوق يوم السبت ويوم الأحد، وخارج الأوقات كمان بقدر ما أتقيد بالسرعة، لأنه الشاخصة هاي لما يكون في تحتها أوقات معناته أنا ملزم بالشاخصة داخل الأوقات فقط، لكن خارج الأوقات فيني ما أتقيد فيها وفيني أمشي أكثر من 30، وهاي الأوقات بما أنها مش بين أقواس ولا باللون الأحمر فهي تخص أيام الأسبوع العادية من الاثنين للجمعة، يعني بيقول لي ممنوع تسوق أكثر من 30 كيلومتر في الساعة في أيام الأسبوع العادية من الاثنين للجمعة من الساعة 9 للساعة 15، وخارج الأوقات مسموح لي، ويوم السبت ويوم الأحد كمان مسموح لي أمشي أكثر من 30. تعالوا نشوف، بيقول لي في أي الأيام تستطيع القيادة بأكثر من 30 كيلومتر في الساعة؟ واحد، الأيام التي تسبق أيام العطلة الرسمية فقط، هو لأنه كتب لي فقط خطأ، تعال نشوف. اثنين، أيام الأحد فقط كمان خطأ، ليش؟ لأنه كتب لي فقط، ركزوا كتير منيح، كلمة واحدة بتخربط. ثلاثة، أيام الأسبوع العادية وهذا خطأ، أيام العطل والأيام التي تسبقها، تمام، أيام العطل اللي هي أيام الأحد والأيام التي تسبقها اللي هو أيام السبت، أصبح هذا الجواب الصحيح، أيام العطل والأيام التي تسبقها، أنا بقدر أمشي أكثر من 30 كيلومتر في الساعة، لكن بأيام الأسبوع العادية أنا ملزم من الساعة 9 للساعة 15، ملزم إن أنا أمشي 30 كيلومتر في الساعة فقط. تقود سيارتك ومعك حمولة بارزة من الخلف متر ونصف، تقود سيارتك ومعك حمولة بارزة من الخلف متر ونصف، هل يجب عليك تعليم الحمولة؟ احنا اتفقنا انه اذا العلامة، اذا الحمولة بارزة اكتر من متر لازم نحط علامة، تمام؟ طيب هو بيقول لي بارزة متر ونص، اصبح لازم نحط علامة، طيب شو هي العلامة بنحطها من الخلف؟ تعالوا نشوف. نعم بمصباح ابيض وعاكس ابيض، اثنين نعم بمصباح احمر وعاكس احمر، ثلاثة كلا لا حاجة لذلك اذا كانت واضحة لمستخدمي الطريق، طبعا ثلاثة خطأ، ليش؟ لأنه إذا كانت أقل من متر بنختار هذا الجواب، تمام؟ طيب بس في شغلة بدي أنوه عليها بالسؤال، يبدو أنني نسيت الكلمة أحطها، هو المفروض السؤال يقول لي تقود سيارتك في الليل ومعك حمولة بارزة من الخلف متر ونصف، طبعا تقود سيارتك في الليل، تمام؟ تقود سيارتك في الليل ومعك حمولة بارزة من الخلف متر ونصف، هل يجب عليك تعليم الحمولة؟ طيب احنا اتفقنا كيف نعرف انه كيف بنعرف شو لون لون العلامة، كيف نعرف شو نوع العلامة اللي لازم نعلمها للحمولة؟ قلنا حسب مصابيح السيارة، بنشوف مصابيح الخلفية للسيارة شو لونها، دائما بيكون بكون لونها احمر، اصبح لازم تكون العلامة شو؟ مصباح احمر مع عاكس احمر. طيب مصابيح السيارة من الامام شو بيكون لونها؟ بيكون لونها ابيض او اصفر، أصبح العلامة لازم تكون بمصباح أبيض وعاكس أبيض. أصبح بيقول لي تقود سيارتك ومعك حمولة بارزة من الخلف في الليل
متر ونصف، هل يجب عليك تعميم الحمولة؟ بقول له نعم بمصباح أحمر وعاكس أحمر. طبعا هاي السؤال لا تنسوا تقود سيارتك في الليل، في الليل، لأنه في النهار أنا ما في داعي أحط عاكس أو مصباح. المصباح والعاكس بحطهم في الليل فقط، لكن في النهار بحط علم أصفر أو أحمر فقط. تقود في شارع يوجد به سياج على يمينك وتوجد هذه الشاخصة، أين يجب أن تكون حذرا أكثر؟ أنت دخلت شارع بتسوق فيه، والشارع هذا فيه سياج على يمينك، السياج اللي هو الحديد هذا اللي بيكونوا حاطينه مشان الحيوانات ما تطلع على الطريق، مثل الشبك، تمام؟ بقول لك لقيت هاي الشاخصة، أين يجب أن تكون حذرا أكثر؟ وين لازم تكون كتير حذر؟ طبعا في بداية، عند بداية ونهاية السياج. ليش؟ لأنه الحيوان بس يطلع ويضرب بالسياج ما يقدر يطلع على الطريق، شو بيساوي؟ بروح بيمشي مع السياج، بضله ماشي مع السياج، وبس ينتهي السياج فورا بيطلع من عنده. أصبح وين لازم أكون أكثر حذرا؟ عند بداية ونهاية السياج. تقود سيارتك بوزن كلي 2200 كيلوغرام، أي المقطورات يسمح لك بقطرها، علما بأن الوزن المكتوب هي الوزن الكلي لكل مقطورة. طيب سيارتي وزنها الكلي 2200، وعندي 3 مقطورات كل واحدة لها وزن معين، وكل وزن للمقطورة هو وزن كلي، وأي المقطورات مسموح لي أسحبها. تعالوا نشوف، احنا اتفقنا انه لازم نجمع وزن الكلي للسيارة زائد الوزن الكلي للمقطورة، لازم ما يتجاوزوا 3500 كيلو لحتى يصير مسموح لي أسحبها، لكن إذا كانت أكثر من 3500 مش مسموح لي أسحبها. تعالوا نشوف، بروح بجمعهم واحدة واحدة، 2200 زائد 1900 بيطلع تقريبا 4100، وهذا خطأ لأنه صار أكثر من 3500. طيب 2200 و1700 بصير 3900، وكمان هذا خطأ، تمام، لأنه كمان أكثر من ألف، أكثر من اللي هو 3500، بقول له 2200 و1350، هان بيعطيني 3550، وكمان هذا خطأ. ليش؟ لأنه أكثر من 3500 وهذا مش مسموح لي، وبالتالي بقول له ولا مقطورة مسموح لي أسحبها، مش مسموح لي أسحب ولا مقطورة. متى ينتهي التعامل مع هذه الشاخصة؟ هاي الشاخصة بداية شو بتعني؟ هاي الشخص بتعني ممنوع الوقوف داخل المنطقة بأكملها، يعني كل المنطقة اللي بتشوف هاي الشخص فيها انت ممنوع توقف فيها، يعني مش بس الشارع ولا الجهة اللي انت بتشوف الشخص عندها، هاي تعني ممنوع الوقوف داخل المنطقة بأكملها. طيب كيف بنعرف انه هاي الشخص انتهت؟ طبعا عند الظهور شخص الانتهاء تظهر لنا شخص تاني بيضة، بيضة وبالأبيض وأسود، وبكون عليها 3 خطوط بتقول لي انتهى منع الوقوف داخل المنطقة. بعد هاي الشاخصة هديك اللي بتظهر لنا بصير أنا مسموح للوقوف. أصبح هاي الشاخصة معناها ممنوع الوقوف داخل المنطقة، وبتظهر لنا بعدين شاخص تاني لونها أبيض وأسود عليها 3 خطوط بتقول لي انتهى منع الوقوف داخل المنطقة. أصبح متى ينتهي التعامل مع هذه الشاخصة؟ عند ظهور شاخصة الانتهاء. على ماذا تدل هذه الشاخصة؟ قلنا تدل على مسكن شباب، مسكن شباب. أي المركبات التالية يحق لها العبور مع إطارات ممسمرة بالرغم من وجود شاخصة المنع؟ هاي الشاخصة بتقول لي ممنوع مرور كافة المركبات اللي هي بتكون معها إطارات مدببة، يعني اللي كل مركبة مركبة إطارات ممسمرة مدببة ممنوع تعبر من هذا الشارع اللي فيه هاي الشاخصة، لكن في مركبة مسموح لها تفوت بالرغم من وجود هاي الشاخصة، وحتى لو كانت اللي هو فيها إطارات ممسمرة اللي هو مبيد صنف 2، مبيد صنف 2، لأنه المسامير اللي بيكون في مبيد صنف 2 بتكون مسامير ناعمة جدا لا تؤثر لا على الطريق ولا على الجو. أصبح اللي هو مبيد صنف 2 لو كان حاطط إطارات ممسمرة مسموح له يعبر بالرغم من وجود هاي الشاخصة. ماذا تعني هذه الشاخصة؟ طبعا فوق بقول لي امامك نفق، وفي تحت مكتوب 2 كيلو متر. شو ال 2 كيلو متر؟ هذا طول النفق، طول النفق دائما، يعني بقول لي امامك نفق طوله 2 كيلو متر.
أصبح أنا في قدامي نفق، وطول النفق اللي قدامي 2 كيلو متر. أمامك نفق طوله 2 كيلو متر. في أي الأوقات يكون ممنوع الوقوف هنا؟ تعالوا نشوف. بقول لي باركيرينج، مسموح لك باركيرينج من الساعة 8 للساعة 17 في أيام الأسبوع العادية من الاثنين للجمعة، ومسموح لك يوم الأحد من الساعة 9 للساعة 15. يوم السبت مش مذكور. تمام، يوم السبت مش مذكور. طيب خارج الأوقات ممنوع. ليش ممنوع؟ لأنه هان ما في مؤقت، ما في ساعة، ما في ساعتين. لما يكون في هان ساعة أو ساعتين بكون مسموح لساعة أو ساعتين داخل الأوقات، وخارج الأوقات فري قد ما بدي. لكن لما ما يكون في مؤقت فوق بصير مسموح لي الوقوف داخل الأوقات فقط، وخارج الأوقات ممنوع الوقوف. طيب تعالوا نشوف. يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحا، يوم الثلاثاء الساعة 10 مسموح لي، لأنه الساعة 10 بتكون بين 8 وال 17، وهذا مسموح لي قانونا. يوم السبت الساعة 8 صباحا، وين يوم السبت؟ يوم السبت دائما بكون بين أقواس، وبالتالي ما في يوم السبت. وبما أنه ما في يوم السبت فبنعتبره من خارج الأوقات، وخارج الأوقات ممنوع الوقوف. أصبح يوم السبت كله ممنوع الوقوف. أصبح يوم السبت الساعة 8 صباحا ممنوع الوقوف. طبعا يوم السبت كله بغض النظر عن أي ساعة بكون ممنوع الوقوف. يوم الأحد الساعة 13، يوم الأحد الساعة 13 مسموح للوقوف، لأنه مسموح من الساعة 9 للساعة 15، والساعة 13 بتكون بين الساعة 9 والساعة 15. تقود في شارع يحمل هذه الشاخصة، هل يحق لك تجاوز أكثر من سيارة في نفس الوقت؟ طبعا مسموح، مسموح لي أتجاوز إن شاء الله 20 أو 30 سيارة في نفس الوقت على طريق الأوتوستراد، لأنه أصلا في حقل مخصص للتجاوز في مسارين، في مسار اليميني اللي هو المفروض الكل يمشي عليه، والتاني للناس اللي بدها تتجاوز المركبات اللي بتكون ماشية بأقل من سرعة الأوتوستراد. ولا تنسوا ممنوع رفع السرعة عند التجاوز. ما هي أفضل طريقة لتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون؟ 1- تخفيف الحمولة على سقف السيارة. 2- تشغيل مكيف الهواء. 3- أقود سيارة مزودة بمرشح حافز. طبعا الجواب الصحيح هنختار تخفيف الحمولة على سقف السيارة، لأنه هلأ كل السيارات عندها مرشح حافز، وبالتالي إذا كانت في حمولة على سقف السيارة أخففها، وهذا بقلل انبعاث الغازات وبقلل صرف الوقود. طيب رح ناخد آخر سؤال. بقول لي وصلت لتقاطع في الإشارات الضوئية معطلة جميعها، ماذا يسري؟ أنت وصلت لتقاطع، وفي التقاطع هذا لقيت اللي هو الإشارات كلها معطلة، شو بيصير هاد؟ أقول له يجب تطبيق قانون اليمين، لأنه احنا قلنا متى يطبق قانون اليمين؟ في التقاطع اللي ما بيكون لا في إشارة مرور ولا شواخص مرور، ولما الإشارة تكون معطلة معناها ما في إشارة في التقاطع أصلا. أصبح دائما لما بوصل أنا إشارة بتكون عطلانة فأنا بعتبرها مش موجودة، بطبق قانون اليمين. وصلت لتقاطع فيه الإشارات الضوئية معطلة جميعها، ماذا يسري؟ بقول له يجب تطبيق قانون اليمين. أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من 20 سؤال والشرح اللي أنا شرحته، وكالعادة لا تنسونا من دعواتكم.